معظم الناس بتشجع ليفربول في مصر علشان وجود محمد صلاح. في شهر 3 اللي فات كان ماتش الصعود بين مصر والسنغال. خلينا اسالك انت لما كنت بتشجع ساديو ماني ومحمد صلاح فانت كنت بتشجع مين لو شفت المباراه؟ لو ما شفتهاش فكنت بتشجع مين بقلبك؟ ودلوقتي شايف افتقاد كاس العالم للاثنين ازاي؟ هذا سؤال عصيب، كنت محايدا لحد الآن، ولكني هذا الأمر صعب لأنهم لعبوا مبارتين خلال 4 أسابيع، بالتالي كانت فترة صعبة لكلا اللاعبين. لطالما كنت أسخر من هذا على من حين يتقابلان، أن كلنا نعلم أن ستكون مواجهة صعبة، لا أحدهم سوف يخسر، وأنا أودهم أن ينجحوا كلاهما لأنهم لاعبين رائعين وصديقين عزيزين، لقد شاركنا لحظات جميلة سوا معا، وأتمنى لهم نجاح مع منتخبهم.